طيب تعالوا بقى نبتدي كده النهارده نتكلم على ان احنا عرفنا ازاي بنعمل بيمز لوحدها، وعرفنا ازاي بنعمل فريمز لوحدها، وعرفنا ازاي نعمل بلاطات. تمام. تعالوا بقى نتكلم ان احنا عايزين نعمل مبنى كامل، يعني مبنى كامل من اوله لاخره. حلو. عايز اعمل 3 دي موديل لمبنى كامل، ماشي؟ وده اللي احنا هنتكلم فيه المحاضرة بتاعت النهاردة ان شاء الله، والمحاضرة بتاعت الاسبوع اللي جاي. تمام. وبعد ما نخلص المحاضرتين دول المفروض بقى الدكتور هشام يدخل يشرح بعض الحاجات للاناليسز، يعني شوية كلام نظري مع شوية كلام بالاكسل. فاحنا ان شاء الله النهاردة والمرة الجاية بنتكلم في الايتابس، بعد كده الدكتور هشام ان شاء الله يدخل لكم ويديكم بقى شوية حاجات تانية. تمام. زي ما انتم عارفين احنا ما عملناش امتحان ميد تيرم، فاحنا هنعمل الموضوع بصوره ابلكيشن، وابلكيشن لطيف بحيث ان انتم تستفيدوا من الكلام اللي احنا قلناه، وفي نفس الوقت تبقوا شغالين بايديكم. حلو. فانا هديكم ان شاء الله النهارده البروجكت الصغير اللي موجود قدامنا ده. تمام. البروجكت ده هيبقى مطلوب مننا ان احنا نعمل فيه ايه المره دي والمره اللي جايه، وهتكملوا فيه بعدها شويه، ان احنا نبتدي نعمل الموديل بتاع العمارة اللي موجودة قدامنا دي على الايتابس، ونبتدي بقى اطلب منكم شوية حاجات ان انتوا تطلعوها. يعني مثلا اطلب منكم ان انتوا تطلعوا رياكشنز الاعمدة، مثلا اطلب منكم ان انتوا تطلعوا اكبر مومنت على الاعمدة، وليكن اطلب منكم ان انتم تطلعوا المومنت اللي على الشير وول، نطلب منكم ان انتوا تشوفوا توزيع الفورسز حصل ازاي في المبنى. حلو. فهنبتدي نتكلم على بروجكت زي الموجود قدامنا، وهيبقى ده هو البديل بتاع الامتحان، لان احنا ما عملناش امتحان ميد تيرم، وحتى الان احنا ما فيش برضو اساينمنتس، فهيبقى ده هو اللي هيتحط عليه الاغلب بتاع الدرجات بتاعت اعمال السنه. تمام. وهنمشي فيه ستيب باي ستيب، يعني الموضوع ما فيهوش قلق خالص. الهدف زي ما انتم عارفين ان انتم تتعلموا حاجه، ماشي؟ طيب فتعالى نقول ان احنا عندنا مبنى زي المبنى اللي قدامنا. المبنى ده عباره عن بلاطات، البلاطات دي بلاطات فلات التخانه بتاعتها 20 سنتي، في شويه كاميرات زي ما انتم شايفين، ابعاد الكاميرات كلها مكتوبه قدامنا. في عندنا مجموعه اعمده، دي كده الاعمده اللي موجوده، الاماكن بتاعت الاعمده اللي موجوده. في عندنا كور في النص بتاع المبنى. تمام. في عندنا شير وولز موجوده هنا، في شير وولز موجوده هنا، ففي بعض الكورز والشير وولز اللي موجوده جوه المبنى ده، ماشي؟ طيب وهنطلب ان احنا نبتدي نعمل 3 دي موديل للمبنى ده بعدد ادوار مختلف، يعني هنفرق كده عدد الادوار ما بين الناس وما بين بعضها، لكن خلينا نقول ان احنا هنبتدي مثلا من 10 ادوار لغايه 20 دور، ماشي؟ نبتدي نقسمها عليك وكده بحيث يبقى الناس عدد الادوار فيها مختلفه، ما يبقاش كل الناس شغاله زي بعضها. تمام. طيب انا دلوقتي علشان ابتدي اعمل حاجه زي كده، انا هعمل لكم مثال صغير النهارده، او اكزامبل صغير، يبقى فيه كل الحاجات اللي موجوده قدامنا، لكن انتوا اللي هتعملوا بقى البروجكت اللي موجود قدامنا ده. حلو. طيب قدامنا تو اوبشنز. الاوبشن الاولاني ان احنا نروح على الايتابس ونبتدي نرسم المبنى ده جوه الايتابس بالطرق اللي احنا اتعلمناها، يعني نبتدي نعمل جريدز جوه الايتابس كل متر ولا كل 2 متر ولا كل نص متر زي ما احنا عايزين، ونبتدي نرسم السلاب، ونبتدي بعد كده نرسم الكولم زي ما عملنا في البلاطه او في الفريم. تمام. يمكن الحاجه الجديده اللي موجوده عندنا هي الشير وولز دي، اللي احنا ما عملناهاش قبل كده وهنعملها النهارده، وبالتالي انتوا بالمعلومات اللي موجوده عندكم تعرفوا تتصرفوا وترسموا الموديل بتاع حاجه زي كده. الموضوع مش هيبقى صعب بالمعلومات بتاعه الثلاث محاضرات اللي احنا اخدناها، لكن انا النهارده عايز اعلمكم حاجه جديده. طيب ايه بقى الحاجه الجديده اللي احنا عاوزين نتعلمها؟ ان انا لو عندي بلان شكله غريب، او بلان المسافات اللي ما بين المحاور مش مسافات ريجولر، يعني مش 3 متر و4 متر مثلا، 3.14 6.89، يعني المسافات ملخبطه. كمان بلان عندي فتحات فيه والفتحات كتيره، فانا مش هعرف اعمل الفتحات دي جوه الايتابس بسهوله. اوكي. الشير وولز مش هقعد انا امسك كل شير وول وارسمها جوه الايتابس واقعد اسلكت النقط اللي عند الجريدز وارسم. فهل في طريقه ثانيه للرسم غير ان انا اكون راسم الحاجه جوه الايتابس؟ قالوا اه.
طيب ايه الطريقه بقى دي؟ ان احنا نرسم الحاجه في الاوتوكاد بطريقه معينه هنتعلمها مع بعض، وبعد كده نبتدي ناخد الاوتوكاد ده نحطه جوه الاي تابس ونبتدي نرسم عليه، ساعتها الموضوع بيبقى اسهل كتير. طيب ده اللي انا عايز نعمله مع بعض النهارده، فتعالوا كده نقول نعمل احنا جنبنا حاجه مصغره يبقى فيها كل الاليمنتس اللي موجوده عندنا هنا، بحيث ان انتوا بعد كده انتوا بقى تعملوا البروجكت اللي موجود قدامنا. طيب فتعالوا نقول ان انا عندي بلاطه، وليكن البلاطه بتاعتنا بالمنظر ده، وليكن مثلا البلاطه دي ابعادها 20 متر في 20 متر. اوكي؟ طيب البلاطه دي فيها بعض الاعمده، وليكن مثلا خلينا اقول ان الاعمده اللي موجوده عندنا دي اعمده 60 سنتي في 60 سنتي مثلا. ده عمود وده عمود، وخلينا نحطه في النص عمود كمان مثلا. كده نقول عندنا كمان عمود هنا وعمود هنا. وبعدين ناخد دول كده نكون سلام الله كأن ده كده سقف، السقف ده فيه شوية أعمدة بالمنظر الموجود قدامنا. حلو، تعالوا بقى نقول إن إحنا عندنا مثلا في جزء من الأعمدة دي ما كانش عبارة عن عمود، كان عبارة عن شير وول، يعني خلينا نقول إن دي كده مثلا عبارة عن شير وول وليكن. تمام، خلينا نقول إن إحنا في عندنا جزء هنا برضو عبارة عن كور مش شير وول، وليكن مثلا شكله عامل كده. ماشي، وعندنا هنا كمان كده في وليكن فتحة بتاعة سلم أو بتاعة أسانسير، يعني فتحة في السقف. ماشي، بالإضافة بقى في شوية كمر أيا كان الأماكن بتاعة الكمر. حلو، فعندي بلاطة، عندي مجموعة أعمدة، عندي شير وول، عندي كور، أوكي، عندي فتحه، وعندي مجموعه كاميرات. هو ده اللي انتوا هتلاقوه موجود هنا، هتلاقوا شير وولز، كور، اعمده، كاميرات، فتحات، هو ده اللي موجود. ماشي، طيب هبتدي بقى امسك البلان ده واظبطه التظبيطه دلوقتي هنشوفها مع بعض، وبعدين اخده جوه الاي تابس. طيب تعالوا بقى نعمل القصه دي. ماشي، اول حاجه كده هاخد البلان من نقطه ثابته ايا كان النقطه الثابته ايه، ما تفرقش معايا، وليكن مثلا النقطه دي، يعني هاخد البلان كوبي كده من النقطه دي وافتح فايل جديد، بس الفايل ده يبقى يعني هنعمل اوبن متريك عشان تبقى اليونتس متريك بس، وهعمل بيست للنقطة دي اللي هي البيس بوينت في الزيرو زيرو، يعني هوديها في الزيرو زيرو بتاع الكاد، بحيث بس ان يبقى انا عندي نقطة بيس بوينت، البيس بوينت دي هي الزيرو زيرو بتاع الاوتوكاد. طيب
انا هجيب دلوقتي الجزء اللي قدامنا ده اوديه في الايتابس، بس عشان خاطر ما يلخبطنيش هبتدي اخلي كل حاجه من الاليمنتس اللي موجوده عندنا هنا معموله بلاير في الاوتوكاد. بمعنى هروح هنا في الاوتوكاد في اللاير بروبرتيز، تمام، وابتدي اعمل لايرز جديده. يعني انا مثلا بحب اسميها باسم الاليمنت، فهاجي مثلا اسمي لاير اسميها ايتابس سلاب، واديها لون وليكن مثلا لون احمر. هعمل لاير ثانيه اسميها ايتابس كولومن، واديها مثلا لون وليكن اصفر. هعمل ثالثه اسميها ايتابس فويد، تمام، واديها مثلا لون سيان. يبقى عندي لاير للسلاب، لاير للكولوم، لاير للفويد. خلينا نعمل كمان لاير ايتابس وول ونديها لون تاني ماجنتا مثلا. حلو، طيب على السلاب واقوم مختار من هنا اللاير اللي احنا مسمينها ايتابس سلاب. اوكي، هقوم اعلم على الاعمده كلها اللي موجوده عندنا، واقوم مختار من هنا اللاير بتاعت الكولومز. هقوم اعلم على الكور والشير وول، واقوم اختار الوول. هقوم اعلم على الفويد، واقوم اختار ايتابس فويد. اذا ده كده البلان اللي احنا بنتكلم عليه، تمام. طيب كل بس element حطيته في layer لوحدها، وهقوم رايح عامل سيف از. طيب بسيف الفايل ده دي اكس اف، يعني الاكستنشن بتاعه ده دي اكس اف. اي حاجه من دول ده حسب الفيرجن بتاعت الكاد، يعني بحيث ان هو ينفع يتفتح باي فيرجن من الفيرجنز بتاعت الكاد اللي فوق الرقم ده. يعني لما بسيف 2010 يبقى هو ينفع يتفتح باي فيرجن اوتوكاد بعد 2010، 2007 يبقى اي فيرجن بعد 2007، وهكذا. يعني اي واحده منهم اكيد اللي موجود عندنا هيبقى بعد الارقام دي خالص، تمام. بختار دي اكس اف واسيف ده في اي حته. خلينا نعمل له هنا كده فايل لوحده نسميه مثلا بيلدينج، نسميه اي حاجه وليكن مثلا ده نسميه 3 دي، ماشي، ونقفل. نروح بقى على الايتابس. هروح اعمل نيو موديل زي ما احنا متعودين، هظبط المتريك يونت زي برضو ما احنا متعودين، تمام. هنختار من هنا بلانك مش جراد، لان انا مش هجيب جرادز خالص، انا مش عايز جرادز في حاجه. اوكي، النمبر اوف جريد لاينز بقى اكس وواي ده انا مش عايزه في حاجه خالص، لان انا هجيب رسمه من بره الايتابس خالص. هظبط هنا النمبر اوف ستورز حسب عدد الادوار اللي هتبقى موجوده عندنا، وليكن مثلا المبنى اللي انا هعمله ده وليكن 6 ادوار مثلا. طيب التيبيكال ستوري هايت والبوتوم ستوري هايت، التيبيكال ستوري ده ارتفاع كل الادوار المتكرره، البوتوم ستوري هايت ده ارتفاع اول دور تحت. هما يعني في الايتابس عاملين الكلام ده عشان عارفين ان دايما اول دور بيبقى ارتفاعه اعلى شويه من باقي الادوار، لان اول دور بيتقاس من منسوب الاساسات لغايه السقف. لو عادة لو ارتفاع الدور الطبيعي 3 متر بننزل لنا تحت الأرض متر ولا متر ونص كمان، فممكن تلاقي أول دور مثلا ارتفاعه 4 متر 4 متر ونص، لكن بقية الأدوار في المباني السكنية عادة بيبقى ارتفاعها 3 متر 3 متر وربع، تمام. فخلينا نثبت إن الدور بتاع البوتوم ده يبقى 4 والأدوار المتكررة تبقى 3 متر، ونقول له أوكي. طيب عايز بقى اجيب الرسمه بتاعت الاوتوكاد هنا، فحاجه اقول له ايه؟ حاجه على هنا فايل واقول امبورت. امبورت يعني انا بستورد حاجه، بجيب حاجه من بره الايتابس لجوه الايتابس، بعمل امبورت. طيب ادي امبورت، هدور هنا على دي اكس اف او دي دبليو جي فايل اوف اركتكتشرال بلان. انا عايز اجيب اركتكتشرال بلان، بلان معماري، دي اكس اف، الاكستنشن بتاعه دي اكس اف، تمام.
هيجي يسألني فين المكان ده، ابتدي اجيبه من المكان اللي انا عملت له سيف في الديسكتوب اللي سميناه بيلدينج اللي هو اسمه 3D. هيبتدي يسألني يا ترى اول حاجة اليونتس اللي احنا راسمين بيها، يا ترى احنا راسمين اليونتس بالملي ولا بالمتر؟ طيب انا راسم فيه الكاد بالمتر، وبالتالي هختار من هنا ان ده يبقى متر، بحيث ان هو يجي هنا بالمتر. طيب دي اول حاجة. الحاجة التانية بيقول لي انت عايز الكاد ده يجي في انهي دور، يعني اجيب لك البلان ده احطه لك في انهي دور، يا ترى احطه في الاساسات ولا احطه في الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا السادس، يعني احطه فين؟ تمام. فهختار اي حاجه وليكن مثلا في الدور الاول اللي هو اول سقف موجود عندي هحطه فيه. تمام. بس انا بختار بس من هنا اليونتس ومن هنا الستوري يبقى موجود فين. ماشي. اجيب لك الاوريجن بتاعه، الاوريجن اللي موجود في الكاد احطه هنا فين جوه الاي تابس. فانا عشان كده ظبطت في الكاد ان الاوريجن البيس بوينت تبقى 0 0، بحيث لما هنا اكتب 0 0 تجي لي في ال 0 0 اللي موجود عندنا هنا في الاي تابس. تمام. هدوس اوكي واجيب البلان اللي هو اسمه ستوري 1. تمام. جالي هنا البلان بتاع الكاد جالي جوه الاي تابس، ستوري 1 اللي جوه الاي تابس بالمنظر ده. ماشي. طيب شايفين هنا البلاطه جت باللون الاحمر زي ما موجوده في الكاد، الحيطه جت بالماجنتا زي ما موجود في الكاد، الفويد جه بالسيان، الاعمده جت باللون الاصفر اللي هو مش واضح قوي هنا زي موجوده. تمام. طيب عايز بقى ابتدي هنا ارسم الاليمنتس دي جوه الاي تابس. فاول حاجه موجوده عندنا البلاطه، البلاطه مثلا دي التخانه بتاعتها 20 سم. طيب انا عشان ارسم بلاطه كان لازم يبقى عندي القطاع بتاع البلاطه، وعشان يبقى عندي القطاع بتاع البلاطه كان لازم يبقى كمان انا معرف الماتيريالز، فتعالوا نعمل الكلام ده. فانا هنا هروح على ديفاين، اول حاجه تعالوا نعرف ماتيريال، تعالوا نعرف خرسانه، وليكن مثلا هنشتغل ب سي 30. ماشي. طيب الجاما بتاعت الخرسانه 25، الاي بتاعت السي 30 اللي هي 24099 اللي هي 4400 روت الاف سي. اوكي. تعالوا نعرف قطاع للبلاطه، define section properties slab section زي ما عملنا المره اللي فاتت. add new property، تعال نسمي البلاطه دي وليكن اس 200، الماتيريال بتاعتها سي 30، السلاب التايب هيبقى سلاب، والتخانه بتاعتها 200 مللي. اوكي. ارسم ازاي بقى؟ موضوع بسيط خالص، انا ممكن اروح هنا اجيب ريكتانجلر وابتدي ارسم من البوينت دي لغايه البوينت دي زي ما كنا اتعودنا قبل كده. ولكن تعالوا نتعلم حاجه اسهل. في حاجه في الجنب هنا اسمها موديل اكسبلورر، موديل اكسبلورر ده بيجيب لك كل حاجه موجوده في الموديل. لو فتحنا في الموديل اكسبلورر الديسبلاي ده، فتحنا البلان فيو ده، تمام، فتحنا حاجه اسمها architectural layer. ايه الاركيتكتشرال لاير؟ هو جايب لي كل اللايرز اللي موجوده عندنا في الفايل بتاع الكاد اللي انا سحبته هنا جوه الاي تابس. طب قولوا لي انتوا بقى، هي البلاطه اني لاير من دول؟ الاي تابس سلاب. ممتاز. حلو. هعمل ايه؟ هقول له هنا درو البلاطه اللي هي البولي اريا اللي هي اللي باي شكل من الاشكال. هيجيب لي هنا البروبرتي، انت عايز ترسم البلاطه دي باني سيكشن من السيكشنز اللي موجوده عندنا، احنا كنا لسه معرفين سيكشن اسمه ايه؟ S2. تمام كده؟ انا مش هروح بقى ارسم سلاب، مش هروح هنا ارسم بلاطه، لان انا هعمل حاجه اسهل بكتير. طيب ايه هي؟ هقوم جاي هنا على الايتابس سلاب، اقف عندها واعمل رايت كليك واقول له ايه بقى؟ اد اريا اوبجكت. يعني ايه؟ تعال نبص كده، لو دوست اد اريا اوبجكت هو عمل ايه؟ هو اخد الاريا اللي باللاير اللي اسمها ايتابس سلاب حولها لبلاطه. يعني لو جيت عندها كده وقفت وعملت رايت كليك تلاقي ان دي بلاطه واخده قطاع اسمه اس 200، القطاع اللي انت كنت مختاره في الرسم رسمه هنا. وبالتالي دي بقى ميزتها في ايه؟ ميزتها ان اي بلاطه باي شكل من الاشكال موجود عندك تقدر تبقى رسمه بولي لاين في الاوتوكاد،
وناخده جوه الاي كابس ونحوله على طول لاريا. بلاطه بقى فيها كيرفات، بلاطه فيها جزء مايل، ارسم البلاطه بولي لاين في الكاد. يعني ايه بولي لاين؟ يعني لاين مقفول على نفسه، مش كل ضلع عباره عن لاين لوحده. تمام؟ ارسمها، هاتها جوه الاي كابس هنا، بمنتهى البساطه تقدر تحولها لسلاب على طول. تمام؟ في مشكله يا جماعه؟ نعم يا دكتور، تمام. طيب الأعمدة، أنا ممكن أروح على مربع مربع من دول وأبتدي أرسم العمود في نصه، أجي كده في النص أقوم راسم العمود مربع مربع من المربعات اللي موجودة عندنا، ولكن في حاجة أسهل. طب إيه هي؟ هروح على اللاير اللي اسمها إيتابس كولوم. أوكي، بصوا كده، هو إحنا هنا ده أنهي دور؟ ده الدور اللي هو اول دور خالص، اللي هو الزد بتاعته باربعه. يعني لو جبنا 3D النقطه دي الزد بتاعتها باربعه، تحت طبعا ده الاوريجن اللي هو الزد بزيرو، فانا كده راسم البلاطه بتاعت اول دور. هروح على ايتابس كولم، رايت كليك واقول له ايه؟ اد كولم اوبجكت. لما هدوس على اد كولم اوبجكت هياخد وقت شويه، لكن تعالوا نبص كده هو هيعمل ايه. عمل ايه؟ رسم عند كل مربع من المربعات بتاعت الاعمده عمود راسي من اول الدور لغايه الفيكسيشن او البيز تحت، وعمل له كمان السبورت اللي هو الهينجت سبورت اللي موجود تحت. لو جبنا الكلام ده في البلان، دلوقتي احنا عندنا 6 ستوريز، اتكلم على ستوري 1 اللي هو اول سقف، تلاقي مكان كل مربع اترسم عمود واترسم بالابعاد بتاعت المربع ده. يعني المربع ده كان 60 في 60، اترسم عمود ابعاده 60 في 60. وتلاقي اوتوماتيك لو دخلت جوه ديفاين سيكشن بروبرتيز بتاعه الفريم، تلاقي ظهر عندك حاجه جديده اسمها اف سيكشن 1، فريم سيكشن 1. لو فتحت فريم سيكشن 1 ده تلاقي ابعاده كام؟ 600 في 600. يعني هو عمل كرييت للسيكشن بالابعاد اللي موجوده عندنا في اللوحه بتاعه الدي اكس اف اللي انا سحبتها جوه الايتابس، واداله كمان الدايمنشنز بتاعته واداله ماتيريال. سهل بقى ان انت تدخل هنا تديله اسم، انت تسميه مثلا سي 600 في 600 مثلا، تسميه كولوم، تسميه اي حاجه. سهل ان انت تعدل الماتيريال، سهل لو عايز تغير الابعاد تغير الابعاد اللي انت عايزها. اوكي، فانا كده رسمت الاعمده بمنتهى البساطه. طيب عايز اعمل ايه كمان؟ عايز ارسم فتحه، عايز اقول ان هنا في فتحه في البلاطه. تمام، اروح على اللاير اللي اسمها ايتابس فويدز، اقف عليها ورايت كليك، حلو، واقول له ايه؟ اد اريا. هتقول لي طب ما هو كده هيحط اريا على اريا. طب لما يحط اريا على اريا انا اعرفه ازاي ان دي فتحه؟ بسيطه خالص، باكتر من طريقه. اوكي، طيب ازاي؟ تعال نقول له اد اريا اوبجكت للي هي اسمها ايتابس فويد. فتلاقوا هنا حتى اللون ده اختلف، معناه ان هو رسم اريا فوق الاريا دي. تيجي حتى لو عملنا عليها سيلكت شايفين معلم على الحته دي بس. طيب لو دوست عليها رايت كليك، هو اداها قطاع زي البلاطه، بس انا مش عايز كده. تلاقوا في الاساينمنت هنا فوقيها في حاجه اسمها اوبننج معمول عليها نو. لو جيت هنا على الارو ده تخليها يس، يقوم مغير لك البروبرتيز بتاعتها خالص، لان دي معناها ان دي هتبقى فتحه مش هتبقى سقف، مش هتبقى القطاع بتاع البلاطه. وبص لما تيجي تدوس اوكي تلاقي ايه اللي حصل هنا، لان هي اتعملت لك فتحه، اترسمت كانها فتحه، فبقت البلاطه الكبيره دي فيها فويد موجود في النص. طبعا عندي بقى فويد 2 3، تقدر ان انت ترسم اي عدد من الفويدز انت عايزه. طيب ايه كمان؟ تقدر دلوقتي تيجي على الحوائط. طب اعمل ايه؟ اروح على ايتابس وول، اقف عندها
رايت كليك واقول له ايه المره دي؟ اد وول اوبجكت، ضيف لنا على كل بولي لاين مرسوم بتاع حيطه، ارسم لنا حيطه. طب الحيطه دي بتترسم ازاي؟ الحيطه دي بتترسم بشيل اليمنت، بس شيل اليمنت رأسي، يعني البلاطه بتترسم بشيل اليمنت افقيه، الحوائط بتترسم بشيل اليمنت رأسيه. لو جبنا 3 دي كده تلاقي ايه اللي حصل، اترسم اهو، تمام، اترسم هنا الحيطه دي، واترسم هنا مجموعه الحوائط اللي هي بتاعت الكور. طب الحيطه دي مرسومه صح، يعني مرسومه هي حيطه من اولها لغايه اخرها. الكور هو اللي مش معمول صح قوي، تمام، يعني لو جينا حتى نبص في البلان كده، او هنا باينه اهي في الاليفيشن، تلاقي ان في فراغ ما بين الحيطه دي وما بين الحيطه دي، وده مش صح، يعني ما ينفعش يبقى فيه هنا فراغ ما بين دي ودي، تمام. طيب سهل ان انا اعدلها؟ اه كل حاجه سهله، ما فيش مشكله خالص. تعالوا حتى هنا كده نعمل سيلكت، سيلكت سيلكت بالاوبجكت، وتعالوا نختار من هنا وولز. انا بعمل ايه؟ بسيلكت اي حاجه اسمها وول، سيلكت الوولز، وتعالوا نقف في اي حته كده هنا بره، رايت كليك، ونقول له شو سيلكشن اون، هيجيب لنا بس الايه؟ الحباره. في حاجه جميله قوي في الايتابس، لو انا عندي نقط كده عايز اربطها ببعض، تمام، شايفين هنا دي اسمها ريشيب اوبجكت. طب ريشيب اوبجكت دي لو انا علمت عليها وقفت على اي اليمنت بيبتدي يجيب لك البوينتس بتاعته. طيب ممكن امسك البوينت دي اجيبها هنا، هيعمل ايه هو؟ انا اسف، ايه اللي حصل؟ مش انا عملت اندو فشال، معلش، اخر حاجة اللي هي الحوائط، فهعمل الحوائط تاني. سايب الاول بدل ما الموديل يضرب فيضيع. طيب تعالوا نجرب تاني حتى من البلان. لو افتحه تاني معلش، لان ممكن كده يكون حصل فيه مشكلة، ربنا يستر بقى عشان ما نعيدش ده تاني. Thank you.
طيب معلش يعني هو كان اكيد في حاجه فاحنا قفلنا وفتحنا الموضوع اتظبط اهو. ماشي طيب اوكي، انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ عايز بس الحوائط دي تبقى متصلة ببعض زي ما انتم شايفين كده في ال 3 دي، ان هو في فرق بين الاتنين. فلو يعني الريشيب اوبجكت ده ممكن ينفع، انا مش عايز اجربه تاني عشان بس ما يضربش الموديل تاني، ان انا بمسك النقطة دي اجيبها هنا فنفع خير وبركة، ما نفعش في عندنا اكتر من اوبشن يعني. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اقف هنا أشوف النقطة دي وأحركها للنقطة دي إزاي؟ هعلم على البوينت دي أوكي، وأجي هنا أقول له إديت وبعدين موف تمام. وجوه موف في حاجة اسمها بيك تو بوينتس، يعني ممكن أحرك من نقطة لنقطة. هختار بيك تو بوينتس وأقول له والله أمسك النقطة دي هاتها عند النقطة دي وأقول أبلاي تمام. جاب دي مسكها هنا جميل. اجي فوق نفس الكلام هقول له تاني بيك تو بوينت، امسك دي هاتها هنا ابلاي، اسف ادي النقطة بيك تو بوينت من هنا لهنا وابلاي. نفس الموضوع نعلم على النقطة نقول له بيك تو بوينت من هنا لهنا ابلاي، نيجي هنا نقول له نعلم على النقطة وبيك من هنا لهنا. طيب حد عارف أنا ليه أصلا عايز الحوائط تبقى متصلة ببعض؟ يعني ليه ما سبتش كل واحدة موجودة لوحدها وخلاص؟ حد عنده أي فكرة؟ عشان تبقى كلها كور مع بعض ما تشتغلش كلها كل حتة لوحدها. أنا آه عارف فين. الفكرة في إيه؟ إن أنت لو سبت كل حيطة لوحدها ده بيطلع behavior، ولو كلهم مرتبطين مع بعض ده بيطلع behavior تاني خالص. ليه؟ لأن أنت لو سبت كل حيطة لوحدها، يعني عندك مستطيل كده ومستطيل كده ومستطيل كده، اللي بيحصل إيه؟ إن الموديل بيفهم إن كل واحدة من دول ليها انرشيا حوالين محور 3 وحوالين محور 2، حوالين محور X وحوالين محور Y يعني. تمام؟ الانيرشيا بتاعت اي حاجه فيهم الموازي في العمود تجيب على 12. فانت لما تيجي وليكن تتكلم ان المبنى ده ليه مقاومه للدوران حوالين محور اكس مثلا، هتبقى مقاومه الدوران بتاعت ده زائد بتاعت ده زائد بتاعت ده حوالين محور اكس اللي هو المحور الافقي. تمام؟ لكن حقيقه الامر ان الكور ده كله عباره عن حته واحده. فانا لما اجي احسب مقاومه الدوران بتاعه الكور ده حوالين محور اكس، فانا بحسب حوالين محور اكس بتاع الكور اللي هو حوالين المحور ده. طب هي الانيرشيا حوالين المحور ده تختلف عن مجموع الثلاثه انيرشياس دول حوالين محور اكس ولا هي هي؟ ايه رايكم؟ بتختلف أكيد عشان في مسافة ناقصة لو هو كلهم مش مربوطين ببعض. تختلف عن طريق ايه بقى؟ حد فاكر في البروبرتيز اوف اريا في سنه اولى لما كان بيبقى عندي شكل بالمنظر ده وبحسب المومنت اوف انيرشن حوالين محور اكس كنا بنقول ايه؟ مش كنا بنقسمه لمجموعه اشكال صغيره، يعني ده لوحده وده لوحده وده لوحده، وكل واحد لما كنا بنيجي نحسب له الانيرشيا بتاعته كنا بناخد الانيرشيا بتاعته حوالين المحور بتاعه، بس كنا بنزود ترم تاني. حد فاكر الترم التاني ده اللي هو الاريا في مربع المسافه؟ اذا لما اكون بحسب الانيرشيا بتاعت الكور على بعضه ده انا بزود على الانيرشيا بتاعت كل مستطيل اريته في مربع المسافه من السي جي بتاعه للسي جي بتاع الشكل، وبالتالي طبعا بيطلع الشكل ده اقوى بكتير من وجود حائط لكل واحد من دول لوحده. طب حقيقه الامر ايه؟ لا حقيقه الامر طبعا ان الكور الحوائط بتاعته بتبقى متصله ببعض، وبالتالي لازم في الموديل هنا ابقى موصل الحوائط ببعض عشان تتفهم ان هي كور مش شير وولز منفصل. اوكي
طب هي الحيطة دي المفروض أعرف لها إيه في الإيتابس؟ يعني في الإيتابس أحط لها إيه؟ يعني العمود بنحط له أبعاد، البلاطة بنحط لها تخانة. طيب الحيطة إيه اللي أعرفه لها؟ يعني هي مرسوم لها طول، ناقص إيه عشان تبقى مفهومة؟ ماتيريال وثيكنس. ماتيريال وثيكنس، ممتاز، حلو قوي. طيب لو أنا رحت هنا في ديفاين سيكشن بروبرتيز، احنا طبعا عرفنا الفريم سيكشنز وعرفنا السلاب سيكشنز، لكن في حاجه عندنا اسمها وول سيكشنز. لو دخلنا جوه وول سيكشنز تلاقي هنا في حاجه اسمها وول 1 و6 و7. حلو. طيب الحيطه اللي موجوده عندنا هنا دي، تمام، خلينا نسلكت الحوائط بس، سلكت الوولز ونقول له شو سيلكشن. الحيطه دي لو عملنا عليها رايت كليك تلاقي هي واخده حاجه اسمها وول 6. الحيطه دي لو عملنا عليها رايت كليك تلاقيها واخده حاجه اسمها وول 7. تعالوا نشوف وول 6 وول 7 اللي الايتابس اداهم للحيطه دي هم عباره عن ايه. وول 6 تلاقي ان هي عباره عن حيطه تخانتها 600 مللي. جابها منين ال 600 مللي؟ ان احنا فعلا في الاوتوكاد كنا راسمين الحيطه دي التخانه بتاعتها 600 مللي، فلما راحت هنا راحت بالتخانه بتاعتها اللي هي 600 مللي. عايز تسيب الاسم كده ماشي، عايز تسميه، انا بحب اسمي كل حاجه بالثيكنس بتاعها فسميته وول 600 مثلا. اوكي. طيب ال 700 مللي، سوري، الحيطه الثانيه اللي هي الوول 7 دي مرسومه 300 مللي اللي هي بتاعت الكور. هل الكور فعلا 300 مللي؟ اه، الحته دي كانت 300 مللي، 0.3 متر. تمام. عايز نسميه، نسميه مثلا W 300. اذا هو كل حاجه انت راسمها مظبوط في الكاد هتجي لك في الايتابس مظبوط. نقول له اوكي، رايت كليك كده واقول له شو اول اوبجكتس عشان يوريني كل حاجه موجوده في الموديل. اذا انا كده عملت ايه يا جماعه؟ انا رسمت دور من الادوار بتاعه الماب. الكاميرات هي اسهل حاجه بقى ينفع ان هي تترسم في الايتابس على طول. يعني الكاميرات انا مش محتاج ان انا ارسمها في الكاد وبعدين اجيبها جوه الايتابس، لان بمنتهى البساطه وليكن انا عندي مارجنال بيمز مثلا كاميرات وليكن 30 سم في 70 سم، هروح اعرف لها قطاع من سيكشن بروبرتيز فريم سيكشن واقول له اد نيو بروبرتي واختار ريكتانجلر سيكشن واقول له مثلا كاميرا 300 في 700، ماتيريال سي 30، الدبس 700، الويت 300 مثلا. اوكي. اوكي. واجي هنا ادرو بقى بيم، اعمل درو البيم، اختار من هنا القطاع بتاعها اللي احنا لسه قايلينه بي 300 في 700، وابتدي ارسم ما بين الاعمده، يعني ارسم من السنتر بتاع العمود ده للسنتر بتاع العمود ده، وهكذا بقى للسنتر بتاع العمود ده، وهكذا. تمام؟ اقدر ارسم الكاميرات بين الاعمده زي ما انا عايز. طيب تعالوا نفكر كده، احنا كده بالنسبه للدور ده عملنا ديفاين للماتيريال، عملنا اساينمنت للسكشنز، عملنا الدروينج طبعا يعني رسمنا. تمام. ناقص احط ايه؟ ناقص اعمل ايه؟ ناقص احط ايه في الموديل؟ ايه الخطوات اللي كنا بنعملها في الموديل؟ ناقص احط اللودز اللي هو بالظبط بالظبط. طيب فمحتاج يبقى عندي هنا في الديفاين اللود باترنز عندي التو كيسز اللي هم الديد واللايف. تمام. طيب هعمل سيلكت على البلاطه واقول له اساين شيل لود يونيفورم لود، وابتدي احط في الديد لود وليكن مثلا الفلور كفر اللي هو 1.5 كيلو نيوتن على المتر المربع، والحوائط باعتبار ان دي فلات سلاب فخلينا نقول ان عليها حوائط موزعه مثلا 3 كيلو نيوتن على المتر المربع، يبقى الفلور كفر والحوائط في حدود مثلا 4.5 كيلو نيوتن على المتر المربع، واقول له ابلاي. هسلكت البلاطه تاني واختار الكيس بتاعت اللايف، خلينا نقول ده مبنى سكني فاللايف لود 2 كيلو نيوتن على المتر المربع، يبقى هنحط دي 2 واقول له ابلاي. طبعا لو وقفت وعملت رايت كليك على السلاب اللودز هتلاقي الديد محطوط فيه 4.5، اللايف هتلاقي محطوط فيه 2. اوكي. يبقى انا كده عندي اللود وعندي القطاعات كلها متعرفه. ماشي. تعالوا نعمل ران كده
نشوف الموديل البسيط ده هيطلع فيه حاجة سايبة من حاجة ولا كله بيديفلكت بشكل كويس، هيطلع فيه مشكلة ولا لأ. حلو. طيب أول مشكلة ظهرت لي لو تاخدوا بالكم، باين هنا إن في تقسيمات في البلاطة بس واضح إن التقسيمات دي كبيرة. لو تفتكروا إحنا المرة اللي فاتت لما إتكلمنا على السلابز قلنا إن إحنا بنروح نعمل إحنا ميشنج للبلاطة، فاكرين كنا قلنا يفضل إن المش تبقى بعادها كام في كام تقريبا؟ نص في نص. ممتاز، حلو. أنا هنا ما عملتش ميشنج للبلاطة، طب إيه هو اللي عمله هنا؟ هو عمل حاجة اسمها أوتوماتيك ميشنج. يعني الايتابس هو اللي عمل الميشنج من نفسه، انا سيبته فهو اللي عمل الميشنج من نفسه. طيب ده ميزته في ايه؟ ان هو ما بيخلينيش اضطر انا اقعد اقسم البلاطه، اقعد اعمل ديفايد للبلاطه كام في كام، لا ده الايتابس هو اللي بيعمله، لكن هو عاملها هنا كبيره. طب هل ممكن اتحكم فيها؟ هوريها لك حالا. الحاجه الثانيه الحوائط، الحوائط هي عباره عن شيل اليمنتس، فكان لازم هي كمان تبقى متقسمه، بس الحوائط هنا مش متقسمه. طب هل ينفع اقسمها؟ ينفع اقسمها. فعايز اعمل الحتتين دول. طيب هفتح الموديل، بعمل ايه بقى؟ اول حاجه هعمل ايه؟ هروح على البلاطه اعلم عليها، واروح على analyze، انا اسف، واروح على assign shell. دوروا كده معايا تحت خالص هتلاقي في حاجه اسمها floor automation و wall automation. انا دلوقتي عامل select على السلاب على البلاطه، فهروح على floor automation. طيب في الفلور اوتوميشن هتاكد بس ان انا مختار هنا الفلور اوتوميشن يبقى ديفولت. فاكرين احنا كنا بنعمل ايه في دي المره اللي فاتت؟ لو احنا اللي بنقسم بنفسنا بنقول له نو اوتوماتيك ميشن، خد البلاطات اللي انا مقسمها. بس بما ان انا مش مقسم حاجه فانا هسيب الديفولت ان هو يقسم لي السلابس، هتاكد بس ان هي معموله ديفولت. ده بالنسبه للبلاطه. طيب هعلم على الحوائط، يعني نمسك الحوائط كده نعلم عليها، واروح برضو على assign shell بس المره دي مش floor، هختار wall automation. طيب ال wall automation لو سبتها ديفولت هو بيقول لك اهو no meshing، هو مش هيقسم. فانا في ال wall مش هسيبها ديفولت، هقول له ايه؟ automatic rectangular meshing، يعني قسم لي الحوائط دي عباره عن rectangles جنب بعضها. اوكي. طب ال rectangles دي بقى سواء بتاعه البلاطه ولا بتاعه الحوائط ابعادها تبقى كام في كام؟ اجيبها منين دي؟ من انالايز هتلاقي في حاجه اسمها اوتوماتيك ريكتانجلر ماشينج سيتنجز فور وول واوتوماتيك ماشينج سيتنجز فور فلورز من انالايز. لو رحت على بتاعه الفلورز تلاقي هنا سايب لك الابروكسيميت ماشينج سايز 1.25 متر، يعني هو هيقسمها بتقريبا كام؟ 1.25 متر. احنا هنقول له ال 1.25 دي خليها لنا نص عشان يقسم البلاطه كل نص. وبرده analyze automatic rectangular meshing هيقسم لك الحوائط كل قد ايه؟ برده هنقول له كل نص. يبقى من analyze انا بختار التقسيمه اللي هو هيعملها تبقى كل مسافه قد ايه تقريبا. تعالوا نشوف كده هل قسم الشكل صغير زي ما احنا عايزين ولا ستيل لسه في مشكله. طبعا دلوقتي تلاقوه اخد وقت اطول. ليه اخد وقت اطول؟ التقسيمات بتاعت السلابز والبولز زادت، فلما بتزيد الموديل بياخد وقت اكتر عشان يعمل رن. طيب هو خلص اهو التقسيمه. اوكي تعالوا بصوا على الشكل بتاع الديفورميشن. مشكلة بمعنى ما فيش حاجة بس سايبة من حاجة. تمام لغاية دلوقتي يا جماعة في مشكلة؟ يعني أقف بس أسمع لو في حد عنده مشكلة في حاجة. هو يا دكتور الجزء البيمز لو أنا عملته على الأوتوكاد برضو بلاير، هل ينفع أعمل له حاجة إن هو يترسم على طول ولا لازم أقعد أرسم البيمز واحدة؟ مفيش مشكلة، ينفع يترسم في الاوتوكاد لكن هتضطر انت اللي ترسمه، يعني مش هينفع تاخد الكاميرا خطين
لا هتضطر انت تيجي في الاوتوكاد تعمل لاين من السنتر بتاع العمود للسنتر بتاع العمود للسنتر بتاع العمود. ينفع؟ اه ينفع طبعا. وتسمي له لاير اسمها ايتابس بيمز، وتيجي هنا في الايتابس في الجنب بقى في الموديل ده 3D architecture هيبقى عندك لاير اسمها ايتابس بيم. لو وقفت عليها ايا كان بقى، انا ما عنديش هنا، بس لو وقفت عليها تعمل له اد بيم اوبجكت هيرسم لك كامل. بس بما ان انت كده كده هترسمه فيفضل ان هو يترسم في الكاد، الا لو الرسم بتاعه صعب. انا اسف، يفضل يترسم في الايتابس. لو الرسم بتاعه صعب ساعتها هرسمه في الكاد واجيبه هنا برضه. تمام، ممتاز، حلو. طيب انا كده عملت دور، طيب بقيه الادوار زي بعض، انا مش هقعد ارسم دور دور، امال اعمل ايه بقى؟ replicate. اه هقوم معلم على الستوري ده كله، على الدور ده كله، واقوم رايح على edit، وبعد edit اقول له replicate. بس المره دي انا مش هريبليكيت في اتجاه اكس واتجاه واي، انا هريبليكيت في اتجاه الستوري. فبيقول لك ريبليكيت الدور ده، اعمل لك ريبليكيت فين؟ هقول والله ريبليكيت في كل الستوريز ما عدا ستوري 1 لان ده مرسوم. طب عندك اوبشن تديليت الاوريجينال اوبجكت ولا تسيبه، يعني عايز تمسح الدور الاول ولا عايز تسيبه؟ لا انا عايز اسيبه. طيب هروح اقف على ابلاي، شايفين اول ما وقفت على ابلاي رسم لك ايه؟ ده لسه ما دوستش، ادالك بس كده شادوز للاماكن اللي هينزل فيها الادوار دي. لو دوسنا ابلاي، حلو كده، انت بقى عندك العمار. طبعا بس عندي مشكله صغيره، السبورتس، ان هو عمل ريبليكيت، ففي حاجات عمل لها ريبليكيت بالسبورتس. طيب دي سهله قوي، انا هعلم على العماره كلها وادخل على اساين جوينت ريسترينز، انا اسف، واقول له ايه؟ خلي لنا دي كلها فري بوينت، يعني انا مش عايز يبقى فيه اي سبورتس خالص، بحيث انا كده متاكد ومطمن ان السبورتس مش موجود. واروح بقى على الدور بتاع البيز اللي هو اخر دور تحت، اسلكت عليه كده هيجيب لي كل النقط اللي موجوده، واعمل اساين جوينت ريسترينز، واحط السبورت اللي هو الهينجد سبورت اللي موجود او الفيكسيشن حسب القواعد اللي موجوده تحت، كانت هينجد ولا فيكسد. اوكي، يبقى ده كده المساله بتاعتنا. طبعا عمل ريبليكيت بالاحمال، يعني لو وقفنا على اي بلاطه هنا تلاقي الاحمال موجوده عليها. تمام، طيب تعالوا نعرف برضو اوبشن جميل قوي بيسهل علينا حاجات كتير. لو انا جيت في اي دور مثلا، الكاميرا دي قطاعها كام في كام؟ 300 في 700. سي ان انا الكاميرا دي بعد ما رسمتها قررت ان انا اغير القطاع بتاعها ل 300 في 900 مثلا، رحت عملت لها قطاع جديد مثلا سميته ب 300 في 900. اوكي، اعمل ايه عشان اغير القطاع ده؟ هروح على assign frame section، والله يخلي لنا الكاميرا 300 في 900، دي اتغيرت ودي لسه. طب ده في انهي دور يا جماعه؟ ستوري 1. طيب لو طلعت هنا في ستوري 2 دي 300 في 700، لان انا غيرتها في دور واحد ولا في كل الادوار؟ في دور واحد. طب افرض انا عايز اغيرها في كل الادوار اعمل ايه؟ ديسبلاي اوبشن واعمله على انه 3 دي، واختار اللي هو اما بحدد الكاميرا بيختار اللي تحتها كلهم. حلو، الاسهل بقى، بصوا كده شايفين تحت هنا في حاجه اسمها وان ستوري، وفي حاجه اسمها اول ستوريز، وفي حاجه اسمها سيميلر ستوريز. لو انا اخترت اول ستوريز بدل وان ستوري، بصوا ايه اللي بيحصل. انا اخترت دي اول ستوريز، هقف على نفس الكاميرا دي مثلا واحده ثانيه اللي جنبها، واقول له اساين فريم سكشن، خليها لنا 300 في 900. بقت الكاميرا دي 300 في 900 في الدور الثاني. طب في الثالث 300 في 900، طب في الرابع 300 في 900. ليه؟ لان انا لما ببقى مختار اول ستوريز واقف على حاجه واعلم عليها، هو مش بيعمل سيلكت عليها لوحدها. بص هنا جايب لك كام فريم سيلكتد؟ 6. لو جبنا 3 دي تلاقيه عامل سيلكشن على كل الكاميرات اللي في كل الادوار. فكلمه اول ستوريز نقدر بيها ان احنا لو عايزين نغير حاجه
في كل الادوار مع بعض، ما اقعدش اغيرها دور دور، اغيرها في كل الادوار مع بعض. سيميلار ستوريز بيغيرها بقى في الادوار المتشابهه بس. فدي حاجه من الحاجات اللي برضو بتسرع لنا الشغل بعد كده لو احنا عايزين نعدل حاجه او نضيف حاجه. نفس الكلام الاعمده، لو انا مختار دي اول ستوريز وقفت على عمود هنا بيعمل ايه؟ بيسلكت على العمود ده في كل الادوار. تمام؟ لكن لو مختار هنا وان ستوري وقفت على عمود تلاقيه بيسلكت الدور ده بس، ما بيعملش سلكت الباقي الادوار. تمام؟ حد عنده مشكلة قول. تمام يا دكتور. طيب جميل ماشي. إذا كده اللي احنا اتعلمناه النهارده ان احنا نعرف نعمل بقى مبنى 3D على الاي تابس، نعرف نعرف القطاعات بتاعته، نعرف نحط الأحمال بتاعته. تمام، ده اللي احنا عرفناه النهارده. يعني خلينا نقول ان المحاضره بتاعت النهارده هي ما تعتبرش محاضره ستراكشر، دي محاضره رسم. احنا بس عرفنا نرسم المبنى ده على الاي تابس. ماشي، اللي عايز اعمله ان شاء الله المره اللي جايه بقى ان احنا نبتدي نشوف الاناليسز هيطلع لنا ايه. يعني نبتدي نشوف الاعمده، انا متوقع بقى اني عمود اللي يطلع ليه حمل اكتر من التاني، انا متوقع ان اني عمود اللي لو حطيت لاترال لود على المبنى هيتاثر، الحيطه هيطلع عليها مومنت ولا شير ولا نورمال ولا ايه بالظبط. تمام، فده اللي احنا ان شاء الله عايزين نعمله المره اللي جايه. طيب هنعمل ايه؟ زي ما قلت لكم هنمشي ستيب باي ستيب. يعني انا النهارده عملت معاكم البلان ده، انا عايزكم انتوا بقى تبتدوا في البروجكت ده، هبعته لكم على الجروب، ان احنا نعمل البلان الاكبر شويه ده. هتلاقي اعمده، هتعرف الاعمده زي ما اتفقنا، الشيل وولز زي ما اتفقنا، هترسم كمر بين الاعمده، هتعرف فتحه هنا والسلم هنعتبره كانه فتحه فنحطه كله عباره عن فويد، هتعرف القطاعات بتاعه الكمرات زي القطاعات اللي موجوده قدامنا. تمام، هنحط الاحمال نفس الاحمال اللي احنا اخترناها، خلينا نحط الفلور كفر 4.5 كيلو نيوتن على متر مربع هو والحوائط، يعني الاثنين مع بعض 4.5 كيلو نيوتن على متر مربع، واللايف لود 2 كيلو نيوتن على المتر المربع. خلينا نشتغل بنفس الكونكريت اللي هو السي 30، يعني نفس اللي احنا عملناه في الصغير كماتيريال وكاحمال هناخده نعمله على الكبير. تمام؟ طيب ونظبط عدد الادوار زي ما بقول لكم كده من 10 ادوار ل 20 دور. ماشي، عايزين نعملها بطريقه بحيث ان بس ما يبقاش كل الناس واخده نفس عدد الادوار. فانتوا لو 30 واحد يبقى كل ثلاثه وليكن هياخدوا عدد ادوار معين. ماشي، يعني ثلاثه مثلا ياخدوا 10 ادوار، ثلاثه ثانيين ياخدوا 11 دور وهكذا. ماشي، يعني ابتدوا اشتغلوا ونبقى نشوف بس يعني اجيب الاكسل شيت اللي فيه الاسماء بتاعتكم وانا هعملها وابعتها لكم برده على الجروب بحيث يبقى كل واحد عارف هو هيبقى عنده كام دور. ماشي؟ سمحت، لو ما فيش اتصال بين الكاميرا والبلاطه اعالجها ازاي؟ يعني بعد ما عملت رن بشوف الديفورميشن شيب لقيتهم مفصولين من بعض. حلو، لازم اتاكد ان البوينتس موجوده فوق بعضها، يعني البوينت بتاعت الكاميرا والبلاطه الاثنين كونكتد ببعض، الاثنين متصلين ببعض. فبعمل ايه ساعتها؟ نقدر نحرك الكاميرا زي ما عملنا كده بالامر بتاع موف، يعني سيلكت النقطه وتحركها، او البلاطه بحيث ان الاثنين يبقوا مرتبطين ببعض. تمام. تمام، ولو عندي تخبيط في بلاطه في جزء معين. طيب التخبيط بتاع البلاطه، لو احنا بنتكلم على بلاطات فلات فكده كده البلاطه بيبقى فيها كونتينيوتي، وبالتالي التخبيط مش هيفرق معانا حاجه في الاناليسز، بنعمله فقط في الديتيلينج. يعني وانا بعمل ديتيلينج للبلاطه بتاكد بس ان انا عامل مقص وان الحديد معدي، لكن كده كده بتتحل كان فيها كونتينيوتي. لكن لو انا عندي بلاطات حمام في بلاطات سوليد كلها متحوطه بكمر، ساعتها ممكن بلاطه الحمام دي اهضبها عن البلاطات اللي حواليها، ودي حاجه ان شاء الله من الحاجات اللي انتم هتشوفوها في السكشن المهندس عمر يديكوا السكشن دي، من الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها، دي الحاجات اللي احنا كنا عايزين نديها بعد البلاطات على طول، فهيقول لكم ان شاء الله تخبيط البلاطات ده بيتعمل ازاي. تمام، شكرا يا دكتور. تحت امرك.
أي أسئلة قولوا. طيب جميل. طيب إذا أنا المرة الجاية إن شاء الله عايزكم يبقى كلكم اشتغلتوا في المبنى، عملتوا المبنى بعدد الأدوار اللي إحنا هنتفق عليه. هبعت لكم حالا أهو عشان أنا حتى ما أنساش على الجروب ده فايل الاوتوكاد اللي فيه البلان ده، تمام، ونبتدي نشتغل فيه ان شاء الله الاسبوع. خلاص الاسئله اللي تطلع لكم كلها هنحاول نرتب مع مهندس عمر ان شاء الله ان هو يديكم الاسبوع ده كده تو سيكشنز اتليست، يعني سيكشن اللي هو بتاع النهارده وسيكشن اللي فات مننا، وان كان هو فات مننا تو سيكشنز مش سيكشن واحد بس. بس فنحاول كده نرتب معانا على الاقل الاسبوع ده تاخده مرتين، يعني مره النهارده ومره مثلا في نص الاسبوع. المره بتاعت النهارده دي نتكلم على البلاطات ويسيبكم تشتغلوا انتوا في الموديل اللي قدامنا ده. المره اللي بعدها عشان لو ابتدى يظهر عندكم مشاكل وانتوا شغالين جوه الموديل ده يبتدي نشوفها مع بعض في السكشن ان شاء الله، بحيث المره الجايه يبقى الناس الموديل موجود نبتدي نتكلم بقى على الاناليسز ونشوف احنا ممكن نطلع بايه من الكلام ده. ماشي تمام يا دكتور، يلا بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا حضرتك، ماشي، سلام عليكم.